بس كتير يعني. باسم السمرة اتغير جدا في حبر سري. مش اتغيرت بس مش عايز اجرح حد يعني. طب ما انت جرحت نيلي كريم لما قلت ان هي ما كانتش عارفه تقول كلمتين في زير. ده حقيقي. ساليها. انا اشتغلت مع نيلي في الحاره اول مره، هي طلبت مني كده. بس هي نيلي كريم ما شاء كدا. الله يعني ماشي ما شاء الله بعد المسلسل ده، اما قبل المسلسل ده ما يعني. انا مش بقول ان انا ليا فضل عليها، انا بقول لك الواقع يعني. كنت انا وانتصار منطلقين انطلاقه عظيمه، وهي كانت مستغربانة شوية ان احنا ساعات بنرتجل ساعات بنقول. شطارتها ان هي ركبت معانا يعني، هي مش وقعت مننا، ركبت معانا وبقت نجمة بعديها حاجة عظيمة. انا مش بقلل من نيلي، انا بقول لك ان في ناس بتشتغل على نفسها ممكن ما تبقاش في احسن احوالها وبعدين بقت نجمة جميلة. فاصل ونكمل حلقتنا.